مرحب مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان. وحين نغندو انتار رمضان فرصة للتغيير. صاصا صاصع يا رمضان، ولقون سقاي يا رمضان، صاصا صاصع يا رمضان، ولقون سقاي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرتنا عاوة وحي نغندو انتار رمضان فرصة للتغيير. بشر رمضان وحي فرصة أطهي إن وقفكو إسبدل أوسميو إسبدل كائن وكوسميو نلوشي سعوردن qayb kaliya maaha adigoo dhan inuu kugu dhaco isbeddel insha Allah maadaama ay bishu tahay laga barto qofka inay tarbiyeeyso inay barto sabirka inay barto awoodda iyo iraadada iyo waxa la yiraahdo go'aan inuu qofku qaadan karo inay barto inuu qofku waxyaabaha adag iyo dhibaatada uu bishaan u taxamulayo uu la qabsado inay tahay bil shayaatiintu ay xiran yihiin inay tahay bil albaabada jannadu furan yihiin inay tahay bil albaabada naartu xiran yihiin inay tahay bil ilaahi subxaanahu wa tacaala habeen walba oo bisha ka mid a naarta dad badan uu ka xoreeyo ramadaan waxay u tahay fursad litaghyiir inay dadku isbeddel ay sameeyaan رمضان فرصد وحي وتاين اسبدل لسميو مركا اد فيريسو اسبدلدا واوين او اسلام كا تاريخ ديسا سومري او دعاي بشار رمضان دحديدا بدءا ببدر هدي ان كسو بلونو دغالكي بدر او دعاي بشار رمضان سنه كي لباد اي تاريخ الهجري kaasoo iskaga hor yimaadeen jeish laxaadkiisu ballaaran yahay oo ciidankii gaalada ahaa iyo dad yar oo thulla mu'miniin ah oo tiradoodu yar tahay ilaahiina subxaanahu wa tacaala uu qadaray inuu siiyo guusha dadka muslimiinta walaqad nasarakum allaahu bibadrin wa antum adilla taasina waxay ahayd bisha ramadaan maalinta 17-aad waana guul taariikhda bedeshay oo bisha Ramadaan dhexdeeda dhacday haddaba haddii taariikhaha saa waxyaabaha waaweyn oo bedelaya Ramadaan dhexdiisa uu dhacayo waa fursad isbeddel uu qofku sameeyo fadxu Makka ayaa iyaduna waxay dhacday sanadkii 8-aad ee taariikhda hijriga ah ونتي إلهي سبحانه وتعالى أعز الله جنده ودينه وهزم الأحزاب وحده إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسا قويي البابدا لفري دخل الناس في دين الله أفواجا كحكوح سوغلان فتوحات كي خيرات كردعي يدنا وحيه هيد بشر رمضان لحظة إذن وبالإسبدل ودعي كرو وعجري تاريخ الإسلام كمركز في ريسو سندكي عام 658 بعد الهجرة النبوية لح بقول كونتوني سيدي تاريخ الإسلام كمركز يا هيد نمانكي لورنجري تتاركا او ضدك مسلمين تا دباتده وين اوغيستي ايا دولك الشام وحي كسميين مقتله يعني وح ليرا هذو ترتر دتك مسلمين تايني ترتران وح بضن لكن إلهي سبحانه وتعالى بقر كي دتك مسلمين تحلي قام التلايي أيا وحو كيني ويري بشر رمضان نح ذي مالنا ولو الشن يلا باطن بشر رمضان أي تهي
باوحو للدقال كالباحة عن مانتا كو بيغنو كاسو النقون دونا فاصل إيا كالباح قال ذي إسلام كو يكو كالبيح دونان كاسو أو أمري ويو للدقال كهب اللابنا إلا خطبة وقت يهد اللقار قرحضو أي كزو شعن وسط السماء وقلن كالدنبال أي أبضتو خطبة يددك خطبة صارني أي دعيان مصلين تو أي آمين دهان الريح ذي الضبيشر نبطاي أي حل قات ما دو إلا وقت قال لك جارو هل السوق وقت جي ما نل السوقي دعاء ذي مرك خطبة أوردن يذكر عليه كدي بين هوش بلابته إلهي نجوش وحول راعي دتك المسلمين تها وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حدبها دي تاريخ ذا وحيابها ووين إما جرها تاريخ ذا بدلي ورعي بشر رمضان رمضان وحي فرصة أطهاي للتغيير إسبدل إنو رعو إسبدل كأنك هذا ما أنت أنكه الله إنو ومد أديك واقع عاق قرعا ومد إسبدل أنه رشا هذا قرعا ومد أديك كوي مادة رمضان فرصة وحي أطهاي لأن يصبح العبد من المتقين الأخيار ومن الصالحين الأبرار إن قفكو كمد نقضه وكبيره تدك إلهي كبقاء لدورتين نقضه صالحين تأبرار تا إلهي سبحانه وتعالى إسكالي إيهي إنو كبيره وبشر رمضان أي مارتي ما دام فائدة الصومك أي تقوضه تهي ومن فوائد الصيام المهمة فوائد ووين أصونك عبسد إلهي باكمل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي سبحانه وتعالى صومك أه فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام بان هدنا أهين شيء إنك قوني إنه أه بل أمدان محمدية دي أمده هرب الصوم كواجب وكوها فائدة دي التعليل كاللوسو قبا قبايين وحاوي لعلكم تتقون سيئد إلهي وبقضا عبسي إلهي سيئد وطرينتان هذا عبسي داس إيضا بيددك سلف كهاي كهالين الخلفاء الراشدون كلمات أيليهم بانسو قادتنا إن شاء الله وحاكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو ويديي صحابي جليل كأبي بن كعب أي وحور ما إيقيح كرتا أبي وحل إلى هذا عبس هذا ألم ما هي ذي هذا حقيقة ذي هذا ما إيشيك كرتا وحور كير ها وان كوشيك كرا أما سلكت طريقا ذا شوك ودقض حبدا وليا ممرتي هابو كيري ماذا تصنع مع عصم عيسابوري أشمر واجتهد بول وان دذالاء مرضا كر أرور صدا أقاطا وعلي ذاك التقى عبسدو مركة تاسوي عبسدو مدى عبسي هذا ضربته ومدى وين قفك حمانت إسك أروريو وين أدميله عن مناسب ككوة هين أتكتكتو وين أدميله ونكسن وقفك وجيت سدو عبسدو طاوي ذاك التقى ولله در القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى نكي شعر كابا وحوري خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ورها لقدتك ودن بيدا إسكدا كوا ووين يكوا يريربا عبسدنا وامدا سويا ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى سيدا قف ميل مرايا قد حقي قري جبضا وحقوص مي أوكالسوس مي أدنص مي لا تحقرن صغيرة دنبي يرها حقر أوهورن دنبي غنيو يريهي إن الجبال من الحصى بره ووينبا قرورح يعيد بيو بيسغي مادين طيب ولذلك بوحى إلى ذا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة لا صغيرة مع الإصرار مرها دي أدن بكع العلينيسو أو أد جوكتينيسو أو دائميسو
دنبغا سياران ملي صغيرة من نقونايو ولا كبيرة مع التوبة هدي التوبة كين اي سنة كبيرة مجو غيسو دنبغا التوبة كين اي سونا كبيرو كبيرة ويهي لكن إلهي بكاء أقبل سبحانه وتعالى توبة الله هذا المر والبطوبة النصوحة أو شروط يدي لعالة ماضو. طيب هذا با عمر بن الخطاب تعريف كاسو كبحيو أبي بن كعب وتعريفيه كنا قنعي علي بن أبي طالب يسونا التقوى ذي عبسدا كهالي وحني لتعريف كذا ما هي ذي حقيقة هذا وحوي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أفر كلمة وهي أربع جمل أفر جملة أما أفر تا كلمة وكو تعريفي عبسد إلهي مربتا والخوف من الجليل الله إلهي سبحانه وتعالى إن لقبقو عبسد إسربتا لقبقو ميل أكار ريبي أن لقو أركن مالو كو امرين ان لغاوين عبسدو تاوي. طيب والعمل بالتنزيل والقران كي احاديث تو لو دقم ودينت الهي او كو دقنتو كو دقن تدبرا وقراءه وتطبيقا اذا انت با قفكو او دقو دينتي ايدن وارنت لبات ارنت صدحات والقناعه بالقليل وحيروا الله كسيو رالك نقو الهي وحو كسيو وحو كاسي عقلك وحو كاسي عافماتك وحو كاسي ريرك وحو كاسي عرورتا وحو كاسي حولها وحو كاسي اللحاتك الله انتو كسي يرالك النقو والاستعداد ليوم الرحيل يا مالنت قيامه أولو ديار قروبه محاضوة تمالنت عبسيد ووحو كسو أروريي أفرطاء الرموت أو إسبير صدي. طيب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيا يسون كلمة بولها وأبو بكر كعل عليه وعرنجر يا ليتني كنت شجرة تؤكل ثم تعضد تعضد ثم تؤكل الله شليت ما نسكن غضو سيدة جيدها حولها أو جيدك حوله داقان أولا على ليو أو كدبنا اللعنة أولا لقوس انتا كليا ما نقضو محاجر وحوك وضا أبو بكر الشجرة جيدك لا ذنب لها جيدو الدنب ماله عقاب ماله حمان ماله ما نسكن نقضو سيدة جيدك أو أنا نلاي حسابين أيوك وضا وكان من عادته ومن تقواه أبو بكر عادتي سي عبسديس ميشي قادي وحاكمدها إن ويديو غلام أشقين جري مروال با ويلكا انتظا أصينا يحقيت كاكين تيبورين جري مالين مال ماها كميدا بو هالمامي إن ويديو مركي او كدبو وسو هالمامي أيو أدون كي كويري محاد إي ويدين ويدي يا خليفة رسول الله ويو كويري ويلكا وابن هالمامي يحقيت كاكين تي ويو انتظا وحان كاكيني دفعه إلي أناس عملت لهم كهانة في الجاهلية وعنتو أن كاغا سميي ضد أن أسميي واجي جاهلية وحل إلى وحشيك يا فالك وحل إلى إد أن أسميي بان مانتا بالمرين إيسيي تيبان مانتا عنتا كاغا ديبو أبو بكر كدب أيا هالكا مركو مريو هنا ارتعد الفرائس الصديق بل إلى دايو مركز جركيسي أردن بارنقاقي إساقي أردن باجريي فأدخل يده في فمي مركز وقعن تأفك أردتي وحونا إسكسوهن قاعية وحال الله وحي علوشي سكجري مركو رميي با وعيري والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها إلهي بان كردارتي هدي وحا علوشي دقلي وصنصوب بحلهين إلى النفط إجابة حضو وانوذي لهاب قالوا فيرسو وانوذي لهاب إلى النفط إجابة حضو أنه وانوذي له. طيب هذا بقى أحبتي في الإسلام بالكلمة ذا أبو بكر الصديق إيا ما أنت إنك عمل كان يتعامل كان أفيرسو لقن كددك مسلمين طيب ما أنت أفيرسو حل مصماسو إيا وحيس دبمرين إيا بان إيا خيانو أي ددك كنوا ليهين
إن بدن أو مارت كمدة إلا من رحم ربه أنت الله سبحانه وتعالى وأن حريست مهجي. طيب كاسنا وحواها أبو بكر يا أركتدا تقوض يا عبسدا ماشي وكجوجي عمر بن الخطاب بمال مالمها كمدة يا وحو أقريي قول الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ضدك بل هلا يرجو جيو آيات وحي شيء معنى هذا وحيرين لإستاجين دونه سيدا ضدك الله حسابيه وقور محل قاسي واختي يبضان بين نقون كران قيام هذا أنك سوقاتنا مرك قفكو سيدا حديثك صحيحة ورسولك كتل مامي وحو أهان دونا قف والباء بين يدي إله هرتيس إستاجي وليس بينه وبينه ترجمان يوم وح إلهي عدق كوكلة ترجو ما يأنجر فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشعم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار ورسولك قتل ما مي فاتقوا النار ولو بشق تمر أويري ما لنت قيامه إلهي هرتي سد استاج دونتا وما لن أن الله عدنك ترجمين وما لن وقف كفيرين دون حق ملك وهو أرك دون وحو هرمر صدي وهو فيرين دون دنك بريح وهو أرك دون وحو هرمر صدي وهو فيرين دون حق هوري نار تو صوب بحسن يسو صو عرري بو أرك دون وحو يري ورهوي نار تا اسكا إلالية ورهوي وح بحس اسكا إلالية أو وحيا بها اللي دا صدقاتك نار توي حجابان. طيب مركي حلقة حالته أذكتهاي أيام عمر وحو صوصته حسابته إيه أسئلة دي سؤالها دعية كدب وحو حنون صنابه لدي مدو وليب اللي صوب وقنجري أيو قاري علي بن أبي طالب بمال المالما كميدا وحو قال محرابه وميشي وكو عبادي سنجري وهبين قالي ظلمة الليل ومقدية وليب مركاسة وحو يري يا دنيا غري غيري الدنيوي أنيق عذانا هين كوكا دي بولي إلي تشوقت أم إلي تزيّنت ما أنيق سوسو كي قرحيسي ما ناد سوسو كيهجا جسي الدنيو أوديسي موقنيسا وحولي طلقتك ثلاثا لا رجعة فيهن صدح دي طلقضوت بان الدنيو كغفرو يري منكو سوعشني وهذا هو علي بن أبي طالب. هدبا أيها الأحبة أيها الإخوة الأخوات عبسيدة إلهي سبحانه وتعالى هدي أن الله كبغنو عبسيدي سربطة أن كبغنو آيات القرآن كي رمضان إنه الباب كي سيتاغن لعلكم تتقون لليهي محايا لنطونا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هل كاسان قلي دونايو إلهي سبحانه وتعالى قفك كبغا جنة أيكم ارتقاد دون ربي سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض أي الله سبحانه وتعالى كسوم ارتقاد دون. طيب وعكمدها من القصص العجيبة هارون الرشيد الخليفة العباسي وها اللي يسيرونت وحياة فتوحات بدن ذاتك المسلمين تأيسو قارين قول بدن إسلام كهور لليي أيام مال المالمها كمل يسوع موكب كيسية فرضه يدك لسه على إسلا السودان يساريهين ني يهودي أبا جدك ويستعجي مركو يستعجي بأو حكور اتق الله يا أمير المؤمنين أميرك المؤمنين طو الله كبقبول هارون الرشيد وحكدك فرس كي وصارا ملك أيهودك وسجد لله سجدة إلهي بن أسجودي كدبا أمر وحكوب بحيو حرنكا يهودكا وحاووبا هيا هلصيو مركي لوقو دي باوحا لولي يا أمير المؤمنين ننكا يهودكا عبسنا وحو أحبا أنكا أقون كلمة دي سمحي انتا صوران درين كوغور دي وصداس إيا إلى هذا الحد أي كوطابتي وحو يري وحان صوح صوصتي مقولة دي سيا هذا الكيس مركان مقلي تذكرت قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد إلهي قرآن كيسا صحصوص تيبول فتتك وحاكم مذا عياد وحي شيغيسا تتك وحاكو جرا قف إذا قيل له اتق الله هذي اللي ودا ور إلهي كبق لو يلاذ أخذت العزة اسكبرينيا أو عبسيدة اسكوينينيا. طيب ولذلك أبو عبد الله بن مسعود باوحو يري هذه قفك أتكتر هذا إلهي كبق
oo u yiraahdo ma adiga oo kalaba aniga ii nasiixinaya adiga naftaada lagu raaciye aniga hayla hadlin oo ha ii nasiixin hadduu yiraahdo ismi iyo dembi taasa uu filan ismi iyo dembi taasa uu filan idan haddii dadkii hore u wanaagsanaa إلهي سبحانه وتعالى رسولك وحكوه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين بلو فيرسو اتق الله كلمة ذا لو أذيك سدي الرسوش إلهي لو أذيك سدي حدي ما أنت قف إنك إنك ميدا عدو تمادوت كتر عدو إلهي كبر اتق الله يبلو عدد كتر عدو وحلق يا أبا احمرت عيناه وانتفقت أوداجه إن إنه سوء كدوتان او ماركت حديدتي ساني اي كعان غضبا وغرورا عروه يسلوينان درتين كدب نو كجوابو هذا محا إلهي أنيك إلهي كب محا أنيك سيدا كلمة داي دايسة ولذلك وإريك مركة عبد الله بن مسعود او يري حدي قفك إلهي كبق لو يري هذا او يري هذا عليك نفسك عديك نفط هذا لقو راعيي مثلك ينصح من ما أدوك كلا أنيك إن نصيحين دو يري هذا دنبي وحيري انتاس ايا اوفلا طيب هدي عبسي ده الهي انقاض اللهين جنة ده الهي بنصين لها آخر ادون كنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الهي باب الصمد يعرض ضب بركات كسود دين لها بركات ايا اسقبصن لها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا امور تاسو دن باله لله الهي با امور تاسو كفضين لها دباتوين كدعيا او دن الهي با مخرج اي الباب ايو الله كفر له طيب اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وان كان كاسيا وخير خصال المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا من شاعر با وحيري حدي قفك أوصن عبسي إلهي نركا لغنين واللباس التقوى حدي أوصن عبسي إلهي روح نركا لغنين والله أوصن كبق تجرد عريانا وإن كان كاسيا قفك سوى قفقا ون هدور ربا نربا حقب نربا هدور ربا حقب لكن وقاوية وخير خصال المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا قفك وحاوف عن أمور تيسا إن إلهي أكبق سبحانه وتعالى خيرنا ملئ إيواناك ملئ قف إلهي سبحانه وتعالى كعاصنايا طيب هذا بقى أيها الأحبة أيها الإخوة الأخوات محاضرة أنه رمضان فرصة للتغيير وحن كشاكنا يقضب كأوه الرئيوه لتصبح إن النقطة من المتقين الأخيار إن تقي النقطة وقيب كمدا فرصت بيقوطها ما داموا ليري لعلكم تتقون بشصون كيدي ليري طيب أرنت الله بعد وحوي رمضان فرصة للتغيير لمن كان مفرطا في صلاته رمضان كوحوية هاي فرصة واسكو بدلو قفك صلاة كعيارية سدو عيارية قفك أنت كنين إيا قفك وقت هذا بكبحية oo ka saara waqtigeeda dila qofka ka daaha qofka aan jamaacada ku tukanaynin dadkaas oo dhani waa xilli isbeddel ay sameeyaan waa xilli tadaruk ay sameeyaan waa xilli qofku waaqiciisa iyo noloshiisa review uu ku sameeyo muraajaca nafsiya uu sameeyo ha ku kadsoomin caafimaadka iyo awoodda iyo dhalinyaranimada aad hadda haysato noloshu way gaaban tahay haba dheeraatay intaad nooshahay farxadda way tagi doontaa tayib qofka ramadaan fursad buu u yahay in la ilaaliyo marka salaada walladina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun dadka salaadooda xifdiya ilaaliya waqtigeeda tukada aan dayicin dadkaas oo kale fursad bay u tahay in la soo celiyo oo waaqicaagii noloshaada aad ku sameyso i'aadatu nadar iyo dib u fiiri warinta saddexaade ramadaan fursatun litaghyir wuxuu u yahay liman ibtalaahu allahu bitacaati alxaraam min khamrin
ومخدرات ودخان ومسكرات ضدك إلهي سبحانه وتعالى وكو ابتليي إن وحا حاران تا استعمالان خمرة هنقضو دراجس كقيبيه سهنقضو سيجار هنقضو وحيابها صوردن قفك إلهي كو ابتليي بشهر رمضان وحلي وكو بدلو وحلي وعزيمة إلهي سبحانه وتعالى يقوان وقفك قاتو ويان حلي وقوان روح قاتو أيال الجوغة بشهر رمضان عزيمة محاجرة ساعات طوال ساعات بضن هداد عنتد الديسي ها بربرين وحي صبر كاقير ديرا ساعات هكو بربرين وهذا يادو عجب بضن إخواني قف حارانتي كسومي أولبية طبعا ساعة سيدا ودن كيني باقا نجوغني بها لسومي جري لكن هل كان نجوغني ويكبضنطا لحية طبعا ساعات بالغي يابا ما تضبية طبعا ساعات صوما او انتا صبراي او اوودا يقوان كاهلي ايا هادنا لغي يابا مركو افرو بختكو افراي حمان تيبكو افرايا تدك قارباز سيجار كدتك الهي كو ابتلي سلاة دا انتا تكن ايان مسوي كران وحال غيابة تطبيعة طبان ساعدة إنو صومنا وحال غيابة تطبيعة طبان ساعدة القفك سو صومنا أفرك مركو بيها إيا تمرت كله فتو وحال غيابة سيجار كينو كعجسي سو سلاة دي ولدكن هذا بك ورم عزيمة دي يقوان كدوري طبان ساعدة أدكو أفرد حقو كباح طيب هبربرين مركو قريقي أتصور لستي هبربرين طيب صوم كي أياو حكادي يا قفكاس مركا معها هدي عاد كسونتي منتظادي إيا عبتان كاقي إيا وحي عاد جعلي إيا شهوة ذادي إلهي درتنا أدو سونتي الله واكو أركام مروالبا كما قرسونت ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي الرقيب طيب هاوما لينين إلهي ساعدنا لحظة البرقسي إنو إلهي كوهل من سيهي هاوما لينين أنما تخفي عليه يغيب وحاات قريني سينو إلهي كقرصون يا هاوما لينين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي الرقيب هادي آد ميل إلا أجوكتو هاورانين مان تعيان إلا جوغا إذا ما أركيسو طيب هدهن ولكن قل علي الرقيب وحاتر هذا اللي إله مد مراقبة إيا إلالين وهي بايدو الفير إفير سناي إلهي باكو فير سناي كامرا كسارا مراقبة كسارا والوجه ذا مركد له إلهي سبحانه وتعالى باي أرك علي الرقيب مد إلالين يبا أنيق إفير سناي طيب هذا بقى أيها الأحبة رمضان أرنت أفراد فرصة وحوية للتغيير إنه يسبدله لمن كان مقصرا في نوافل العبادات قفك صلاة الصنة كجابيني إيه صنك الصنة هذا قفك كجابيني واحد لهذا فرصة ويسكبدله ونفتيس على لقب سطو طيب واحد لي وقفك قلبي سجلعين هاي واحد لي أو خشوع صين هاي وفرصة وقفك إلى لي وحا ونفتي سأبري رسولك وحوري صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة قالوا في رسو قفك وحا ورأي الله حساب دون قيامة وصلاة واجبك طيب صلاة واجبك أول حديق رمى استرو الحمد لله هذه نقص لغا عرقية قابين وحال ليهي بل فيرية واح تطوع ما هستا واح سنوين قفكو ما هستا تاسا مرك اللوغو كبايا ولذلك كبا الرسول كوحولي صلى الله عليه وسلم حديث كي إمام مسلم سو صاري ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم من 12 رقعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة مجر قف مسلمة وإلهي أتو كذا مال والبلبية تمرق عضوض وكو واجب كأن كجر إلا هدو جروه بنى الله له بيتا في الجنة إلهي با جنة قروه واللي سيئ
طيب هذا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات ما مالهم والبجوري دست مالهم والبجوري ما دست جنده ما تكدي دست وشقة فضود وهولير والله بيا طبعا رجع عضات أو صنع أو صلاة واجب كله الصعدة سيدي لو تكلا عضات ترى عضو ولما تصيحوا بعضهم بوتريان رواتبته لكن سيدا هو ناكسن تقريبا شيخ إمام ابن عثيمين رحمه الله نقول رجح أيوه وحاوية طهر كإن ليلة هذا الليح رأي عضوات بها الله صعود أفرق عضوات ويكوه الرأيان لبنا ويكدن بيان طيب مغرب كان الله باكدن بيا إشاي كان الله باكدن بيا سبحان الله باكوه الرأي لبية طبان كرق عضوات سيدا سيسو إيمان أيان من قف كيتو كذا بنى الله له بيتا في الجنة إلهي جنة أيو قرع ورسايا طيب سنوين كي كلا يسون كحقي سمر كان فيرينو بشهر رمضان عضي دماتو ستة من شوال باقوطال من صام رمضان واتبعو ستة من شوال فكأنما سام الده وعدي صحيح قفك بشهر رمضان صوم واللحمة الموضع كلنا الراعية وعلى مديهاي فكأنما سام الدهر بشهر لن إنو صوم يقول لمديهاي طيب وحاكو عيقا مالين اثنين يا مالين خميس إنا صونتو وعاكو عيقا بالوال بصدح مال موضين لغا صوم وحا عيقا يوم عاشوراء إلا صوم وحا عيقا يوم تاسوعاء إلا صوم إيا عش إيا تسع الأوائل من شهر ذي الحجة إن تاسوراني واصنوين كي سنضاها إيقا نقف كي مارت أوودا إنو إيادة نبارتو وصوم واصنوين كي وعلا ووكبايا أرمان طول يكون نقنيان أجر زيادة أو فرض كي كزيادة بيكون نقنيان أيها الإخوة والأخوات رمضان أرنت شنات رمضان فرصة للتغيير بؤيهي لمن هجر القرآن قراءة وتدبرا وحفظا وعملا حتى أصبح القرآن نسيا منسيا قرآن كي حلقان وحلي أي فرصة تايقوف كي قرآن كهاجري أي كتك إنو سوعليو قراءة أقرس وكسو عليو تدبر معنيه سلقى فكرة كسو عليو حفظ إن لا حفظه كسو عليو كرقا كيس إلا سو عليو وحيلي بداية الشهر إيضا نقفكو ما دام أويتهي بالشياطين تحرحريهين وحيلي قفكو جانس كان إيا فرصة دان وكفة إيدي استوية إن النفط على برطو بشهر رمضان وعادة دكتو إن الوحق قوان أقرضو هذا جزء أقرنيس كبدا هذا أقرنيس حزبية كير هذا أقرنيس بيج هذا أقرنيس وحوي حديث كرسولك صحيح هذا كويل من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف برسولك صلى الله عليه وآله وسلم طيب قفك هل حرف أقريا طبان حسنا لوغو دفنايا طبان حسنا لوغو دفنايا طيب مركا محاول مالين إذا قفك جس أقريا لو جس سدح جس كيريا كبدا رسول قوحر الله أقول ألف لاميم وحرف أوران ماي هذه اللي هذا هو حرف حين نقول له وحلقه لها هل طبان حسنا لها لكن ألف لام ميم ألف وحرف لام وحرف ميم وحرف وحالوون فانا يا مركة طبعا صد درجين نقونيسا حالو مالين هذا جس أقريدو ميقى درجة ليستا هذا الحزب أقريدو ميقى درجة ليستا حال مقرحة هذا الجوكتيسو ميقى درجة ليستا طيب هذا أيها الأحبة قرآنك يشرع لك يوم القيامة مالين تقيامه وكو قرآنك إستغى كو إرقين دون إرقى أيو كو نقون دون مالين تقيام طيب رسول قوحي صلى الله عليه وسلم حديث كالو صحيح الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيام قرآنك يصونك مالين تقيامه قفك ويقو حي نقون دون وحيو إرقين دون صونك وحوله دون أي ربي إني منعت طعام وشهوة فشفعني فيه
الله يو أنا جا أودي لي بصون قرآن دونا عنتدي سيبان أودي لي شهوات كسيبان أودي لي غير كسيبان أودي لي إلهي يوم ما أنت أنا إرجوه أنا أدعوني إلهي نواكي يلي يا واكاك بليا طيب أرنت كلا هذانا وحاسو يستاجي يا قرآنك وعلي يا ربي إني منعت النوم بالليل إلهي وهبين كي بنا نقول هردد أودي لي أنا يا غرنجري أنا يقول تكنجري أنا يقول سو جري جري إسجنا أنا ما أنت ورجيم بولي هاي إسجنا ولا قاعد قلت كورما أيها الأخ أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة حدين محاضم بلينا إسا قرآن كا إيه صوم كو أي كو إرجيا أو إلهي هرتي سكو إستاجان أو أي كو جوها بوقتان أو أي رادان ما أنت النجا أي قف كان هاي صنع الله إلهي يوم ما أنت قف كان نوبت بعد وأنا لقى أقبل دونا سيد الرسول كشيعي صلى الله عليه وآله وسلم مركب القرآن كهنقضه كان أديك كويركية طيب وحي أورنجرين دتك السلف كقار كمدة قليل وحاير بأورنجرين يعني قف قرآن كعجب وحنلي أبناء بيدن قف قرآن كيقان أو هذنا كسيحنايا طيب وحنلي أبناء بيليهن دتك قرآن كإلهي سبحانه وتعالى بري أو قرآن كإلهي كسيحانية رمضان هدباء أيها الأحبة وفرصة للتغيير أرنت اللحاد للمرأة المسلمة التي أصبحت بلا حجاب وثيابها فاتنة وعطرها يفوح قبل المسلمة دعا أي بشهر رمضان ما ركت إني حجاب كإلهي أصول الله بطو إسوء بالعابد قفكونا النقنين إلى الرب إلهي درتبا له حجابته هذا نوى جانس الشيطان كحريني هاي أو قفك حجابك أي قبر وصول لابطه أو نركة ضدك فتنية جلع دسان أي كتكتو أو عضرك أي برفوناتك أي وحيابها لسكسو شو أي قبر وكتكتو أو رسولك كشيكي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أنت جرك إلى برفونات أي عضرات كسو شبطو جدك سومر ترق سومر تسير رقو أي اللي يجدو ريحها عرفت هذا سيئو هلان فهي زانية فهي زانية فهي زانية بور صلى الله عليه وآله وسلم قبر ناس زانية آيات هاي بوله إنه قنيسة وحاكلو سوق لأي إن أكفو قادو قبر إيا رق ورق يضمر أو خلوة إن إلا بروح كل يود ميلي سوطاقان قولي الله آي قلان الباب قاي حرتان هل كاسكولا خالي النقضان وكي رسول كيولي ثالثهما الشيطان شيطان با صدح كنو قناعي مركا يوسن قفكو سيدا سيدا أنا السمين طيب أريد تضباد أيها الأحبة رمضان فرصة للتغيير وعويا للرجل والفتاة الذين عبثا بالهاتف طويلا وتهاتفا بعبرات الحب والغرام والعشق والهيام والذي كله كذب وهراء ودجل وافتراء رجع يا دمرك تليفونك كوشه كيستا اجانبتك لاه ساعات دير دير نهوشا كوجيره ددك ايغو اسو شيغا كلمات جعيل تصايا بينهم وحبا كجيرين وقتغنا لو دومينايو ايغنا واحلي اي جوجيان الهي سبحانه وتعالى اتوبت كينان كفا ايديستان شيطان كينو كحيران يهي طيب أريد تاسو كين ذكرتا فاحشو إيه حمان إني أسي قدبتو وحاي آذي آذو عجب بدن قصو لعضي أو قصص كالنعاي أو ماريتي كمدة قصدا وحا ورسي قبر قبر ناسو ويل أي تلافن كقوة الشيكي سنجرين وقت دير ساعات في انتغوال ساعات دير دير كلمات فيعنين اللي أديك سنجرين مكالمة أسمرك قبل دويل كجعيل أشيء خن أي مودي وقاضتي جعيل يدي تابته وقلي مركو أركين قبل دي جعلاتين وحو تهديد إي عقا جغلين وسميي إن علاقة دوض وقوين يو وحي كتري قبل دينا مركو أركي إن نبكتهي وحو كعود صدا إن صور صادرته جبرد يصور كيف يدو كعج جيل يسمر دم بودرتاي وعمالين تيدم منا كعد صدي إن يلبلوض وبنان كيسلا هذا نو يبحان
arintii bay haddana ka diiday wuxuu gabadhii u caga jugleeyay sawiradeedii inuu saaxiibadeed uu tusaayo u geynaayo waxaa ka daraa inuu sawtahaa kaana yusajil codkeedana uu duubi jiray codkeediina inuu suuqa ku baafinaayo gabadhii takhaaful caar iyadoo ceeb ka baqaysa yay ka ogolaatay inay wada baxaan maalin baa la baxay ولكنها رجعت وهي تحمل العار يضو عيب حنبار سن بي صولابات يضو فاحشية زينة كل عدي بي صولابات طيب هوشو مركي هل كان مريسو يا وعي كتلي الزواج أخاف العار عيب أن كبقى يا يعني سكور سنو بسهولة بسخرية واستهزاء سجس جس وكجرو يا وحو كيري إني لا أتزوج الفاجرة أنو قف دمره فاجرة أمارة تمتا مقور سدو كورما يعني شبق ودادي يا قفص وكر ذي كبرنا يا بوش وكر ذو وطلاب صدي كدبنا وبوذي يا ماشا ولمري wuxuu ku yidhi anigu dumarka xunxun ma guursado isagaana hawshan ku qasbay isagaa meesha xun geeyey dayib taasna maxay ka dhalatay kulluhaa mukaalama haatifiya telefoon lagu wada hadli jiray lidaalika muninka shaacirka wuxuu lahaa waxaa weeye nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaaun nadratun eeg may hawshu ka bilaabataa iyo aragti nadratun faibtisaamatun isu qosol iyo muusood aan waxba ka jirin baa ku xiga fa kalaamun hadal iyo mukaalamaad baa ku xiga fa mawcidun waxaa ku xiga ballan laysla ballamo fa liqaa'un kulan meesha laysugu yimaado uma maada bacda dalika nin sheekha wuxuu odhan jiray uma salaatu ragcatayni maxaa ka dambeeya halkaa الله أعلم وحكتم بيه طيب مرك رمضان فرصة للتغيير بويا هاي ضدك إلهي كو امتحامي هولهاس يا حمانة النعاس هو وقتك يسبدل لها ينبالي جوغا وقتك الشيطان كو كاحر نايت كفا يدي سلنا يتبالي جوغا وقتك اللي جو جلنا هاي بالي جوغا تليفون نداس إذا بدردو كو جرتي أخلاق حمضو إيه قبرها الغرنا فرنا أيو وقتك اللي جو جلنا هاي بالي جوغا طيب waxa laga celinna waxa weeyaan nar ba laga hortaagay nar inaad gasho jirkaaga adiga iyo gabadha miskiinada nar weeyo waxa la idin ka celinayaa ramadaan fursatu litagyir wuxuu u yahay liman tacawada ala hayat almutrafin wanasha ala hub ad-da'wa al-lin wuxuu yahay fursad ay isbedelaan dadka ka caada dhigtay noloshan tumashada ee maaragtay qofku meel calooshiisa la ciyaar inuu noqdo calooshiisa la ciyaarka uu qofku noqonayo nolosha iyada ah xilligii la bedeli lahaa weeyaan tayib xilligii la bedeli lahaa rasuulku sallallahu calayhi waalihi wasalam wuxuu ka hadlay maa malaa aadamiyun wicaa'an shara min batn qofka bini aadamkaa sidiisaba wax ka shar badan calooshiisa ma buuxiyo waxa aad buuxisa waxa ugu shar badan waa calooshaada bixasabi ibnu aadam akalaat yuqibna sulbahu fain kaana laabudda laa maxaala fa thuluthun licaami wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafasi waakii rasuulku lahaa sala allahu calayh wasalam waxa kugu filan waa akalaat waa waxoogaa cunto ood cunto ood cibaadada ilaahay ugu xoogaysato hadday soon tahay aad ku soomto haddii kale salaadaha ilaahay uu kacdo tayib haddii lagama maarmaan ay tahay kulleyba inaad cunto cunayso saddex u qaybi calooshaada qayb cuntada u daah qaybna cabitaanka u daah qaybna tanafuska iyo neef inaad ka neefsato u daah tayib waa qaab waa system waa nidaam loo jeexay qaafka cuntadu ay noqonayso tayib xadiiskii saxiixaynka من حديث عائشة رضي الله عنها واتيلا هيدما شبع آل محمد
يعني غير آل محمد غير محمد هوينك زبريها الرسول ك منذ قدوم المدينة أنتم مجال هذا مدينة يمد كما درجين انتظر لهذا خبزك أما عن جيرده أما مع عرت موفدي يروت جاس وما عرت هيلب لوها بيجي سخار كلا قدر يتحس كموس درجين بالي يقول قال لك ما درجين أنت مداهي صحيحين كوا حاكلوا كوسو عن إنه رسول كل بالحديث كأوفر سو آخر الزمان بالجوجا رسول كوحيري خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وحا أخير بلندتك حلقة قرنك أنجو قول إيا قرنك كوحيقة إيا قرنك كوحيقة وحا إيمان دونا أو كدن بايا ضد مرخاتي فوري دونا يقول إنا مرخاتي كشنين قف سوان لوبا ييرانين مرخاتي سو كسو أردايا dad nadarka iyo balamaha galaya oo fulinaynin iyo dad ay ka muuqan doonto ayilaanta wax leeydaad ba iman toona leed aakhiru zaman tayib walidalka abu umar ibn al-khattab wuxuu yiri iyyakum wal batn fi at-ta'am wa ash-sharab wariska ilaaliya in al-aloshin un la hisab tantan untada iyo cabitaanka waxa weeye untada iyo cabitaanku waa mafsadatu lil-jism للجسد شركاغا وحي اوتهاي دباتو طيب وحي دحل سيسا جرو سلادنا وهسي باي كسامي ساوقفكو كوهسن وروي دح دحيستا القصد سداسا اوفي عن جسد كقفكا سداسا انا كفو انبنان اسرافكا يحد قدبكا هذه بعض العلماء بوحي لهذين هذه الأوران لها دادك قبور تكجرة بلو فرسل لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم لقالوا التخم دادك قبرك قلي هذه سؤال لسوي دين لها الأوران لها بل نو شيغة سبب تعذور لمتين قف قبور لمن أيها لكن أسباب تشيغة هذه الأوران لها وعيده الآيين بلد التخم تخم حال إلى ذا ووحل إلى الداع قرنك وإدخال طعام على الطعام وعنتين لك كرقي طيب مركز ضدك التاسور لنتان هل يابن هذه الرسول كو يريبا قفك ويل كشر بضن عروشي سؤوب وحي مجرو أهل العلم قار كتبا وحي إلى ذا قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس طيب وحيك انت عنتظر أولا يريستو قلبك قفك واجلعا فهم كيسنا وبطا ضعف شهودي سنا هوس بأدكتا عردي سنا مبادتو انتا أبسيط كيدونا وحي كنتا لباتا يدونا كنتا انتا انشاق نبا يغونا كينيا عمر بن قيس ان دادك السلف كا كمدها باوحو يري اياكم والبطن فإنها تغسل القلب ورويسك إلى ليا إذنك يا علوشي إن إذا تكور قبطان ورعلوش أقول لبوحي قلبك يقل جسا قلب قليل بالك قصاوة القلب وحل إلى هذا بالك قادة مالك بن الدينار بايسون وحل ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكثر همي وأن تكون شهوته هي الغاية عليه بلو فيرسو ما هبونا بولي قفك مؤمن كان رقيا دمر متكو الربابة هنقضيه علوشي سوين النقطة هم جيزي ماشى أسر رئيسة ومارته وحى وكف كرين النقطة شهودي سونا ما هبونا إن النقطة غاية يالك ويكسنا يشهود هذا مال قصمة أنت كرين النقطة ما سفيان الثوري بايسون وحو يري حدي أدربتو أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل حداد ربتبولي إن جركاو عافي ماضو أهر دادادونا يراتو عنتضا إسكا ياري وحن وا مخاطير تطلدو دا والاقاتا داد كان علماء دا وا تجارب سمييون وا علماء دي وا تجارب سميي طيب حدابا بشان بركيسان وحلي لبلابو عنتضا يرين تهدي طبعا ويبا إيمان إسا لو ريت 18 ساعة ضبط صومنتها
قف صومنا وما نطرنا أفحرنا أو أفرأي وعاونا صلاة صوكعية لا شك عن تضاد إن يران هذه هذا سكوت دينا المالين تينا صونتا بين كنا صلاة تكتو لكن هذه هذا استرادو دور يطمن صعدات بل أفحرنا إذا عاو ورنا عن تضي أدنى أنت أسبدل كيد السماء وعين قن إساء إن عبادة كرافة تي مالين تينا واتكسيحا هبين كنا ورنا أول بكجرتا مالين تورنا إن الهردين قن إساء أرنت طمنات رمضان فرصة للتغيير أيو أيهي قفك إلهي كو امتحامي الأنانية والشح وفقدان الروح الشعور قفك إلهي بخيل لماذا كو امتحامي بشان رمضان وحال إلى ذا خطبوين كعلمذو أي أقريان إيا اللقجر كي محاضرات كاللبحيو وحاكد درين بضن علاش هذا قاجب أدرنت؟ مرك عادي قال مالنا تصنت؟ إيه علاش هذا قاجب أدرنت؟ أيه واحد ريم يسا مسلمين بدن إني باهنيه أجوعي قاجب كجيران. مرك دور يتمن صعدون أمنا توت صوت صمنتاي أيه واحد ريم يسا دت مسلمين أو رفات سن إني يجون كجيران. مرك واقف كبخيل كحيل جو واحد ريمه. وحال إلى إذن بشان رمضان بأوم ممسن إن أدرينتم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تدكى مسلمين تصيد له تلقى للسلاسة مثل المؤمنين في توادهم إسجعي الكوضة تراحم درينك كل حي تعاطفك سيدا يسولد دنقان ايان قف او كلاوين يتدكو النقضان مركاسا مركا وحاد درين كاغا وهابون انا درين توين الجيران مسلمين بدن ان عاو مانتا صومن ان وحي كو افران اي سنين كو وحي كو سحورتان اي سنين كو ان سومي بكرين باهي درتدين الجيران ايو قفك خصوصا ايا طيب ارينتا كوبي طبنات اما طبنات وحاوي رمضان فرصة للتغيير بوئيهي لمن كان قليل الصبر سريع الغضب أن يتعلم منه الصبر والإناء بشان رمضان إن كجرنو وحي فرصدو تهي ددك أن صبر كلاهين ددك عرض بضان وحل الصبر كلابرتو طيب حل الصبر كلابرتو هدي أدو صبرتي الجوع والعطش قاجدي يؤونك هدي أدو صبرتي ساعات انتغوى هذه تعب كي نبات هذه عدو صبر تعلو انت وكوشا قينا يسا عضبضا طيب وحيلي النفط هذا عدو عدد لكتو من خلال هذا الشهر بشانو شهر الصبر عدو عدد لكتو ان الادناء صبرتو تصرفات كددك اي مارك تلقن كوضا اخلاق ضوضا وحا اي تجاهك سمين ايان او جهلك وحا كاسو قال ايو هذا اللضاء وحيلي لو صبروا إلهي إليهي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين درجات درجات فوقها درجات أي دو ذكرتها كاذمين الغيظ عرض هذا قرصو ضدك إسكعفي ضدك محسنين تا إلهي إنو عدك وقدره طيب هدبا أيها الإخوة والأخوات رمضان هذا نوى فرصة للتغيير لمن ابتلاه الله تعالى بقلب قاس كالصخر قفك إلهي كو امتحامي قلب قللا أو إنه سئل انت أنا قون وبالإله قلوب تجلعيه وبالرحمات كاللدقيان وبالشياطين تحرحريهين وحل قلوب تأيسو قيدو أو إمارة النولاتو حديث كرسول من حديث الذي أخرجه إمام مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض
قلبك أبيض كأ إفيو وبلاها الله سميعه حلي الله سميعه أو إلهي سبحانه وتعالى الله أذكره أيام وقت جديد جوجنا طيب نن شاعر باي ولله در القائل رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير للنفس كعصيانها وعلي رأيت الذنوب تميت القلوب وحان أركب للدنب قلب عينه دله أوتر تره وقد يورث الذل إدمانها هذه الدنب لقبت النماء مدل وضانا وحوبة دحل سيابة دل النمو قلبي يمارت دحل سينيا وترك ذنوب حياة القلوب دنبي وقلقتك أنا قلبي وح نلل أيهي وخير لنفسك عصيانها سيدا أهو ناكسنا وحاوة دنبي قينات كتكتو وضع سيدو الدي دوية عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه باوحو رنجري هذه دتك قلبي وضو طاهر يهي والله كمين الدرجين من كلام الله سبحانه وتعالى إلهي كلام كيسا كمين الدرجين طيب اي قلبك ايان طاهرة هين حسن البصري باي سونا وحو رنجري هداد اوودي ويدو هبينك انا دستاكتو ايا مالنت انا صومتو فعلم انك محروم قد كبلتك الخطايا والذنوب وحادو قاتا انا تايقف وحووناك سن لغا حرمانيو لغا حرحري وحادو قاتا انا تايقف حركة كحر حران إيا سلسلة دنبيجي سيبا سلسلة كوحر حران دنبيجاجا أيا سلسلة كوحر حران أضلك عرادة طيب هذا بقى أيها الأحبة حلقان وحل إلهي سبحانه وتعالى الله لابطو وحلق قلوبتو أي جلع لهيد بام كجرنا رمضان أرنتك لو حكت وحوية فرصة للتغيير لمن كان يأكل الحرام من خلال أكل الربا أو التلاعب في البيع والشراء بيع المحرمات من دخان وحيابها قفك بشان كشقين وحيابها حارانتا كي عنجري يكي كجنعسنا ينتظر دتك الربا شقضوض أيتاي دتك كعيا ربع وحيبك يوحشرها كو الدكان مدو أفريين إمارة السلاح ميزانك يا سيان صح هين دتك هو ميزامي كو قضي الدخان كي السيجار كي قشنك كو وحيابها حن حن قضايا كو عجلتها هي سهية وحيابها حن حن إيبناية تدكا صورنا وحل عيس بدلان وحل عزك إلى لسو حاران إنا استعماشو سيأل وبد بادو حديث كي رسولك صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به هلب كستا أو حاران كل شيء نار با كوها بون إنا يقويسو بلو في رسالة إخواني حديث كان كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به هلب والباء حرام كصوب حي نارتا كهبون هلب كاين جرت نارتا يا كهبون إني هلب كأجويس وعلينا وتلقينا ووناك يا وحص طيباتك يا طاهراتك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم الرسول كواكي كقسي ذكر الرجل أو يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي يا ربي محير الرسول صلى الله عليه وسلم ومشربه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضيه بالحرام فأنا يستجاب له قف السيد نبى حرام كل حجرة انتدي سوا حرام عبتانكي سوا حرام ركي سوا حرام قريقي سوا حرام نلشي سوا حرام سيدي الدعاء دي صلى الله أقبل يا سؤال سيدي الدعاء دي لو أقبل يا طيب هذا بقى أيها الأحبة كد ذلك نقطة مفتاحا للخير مغلاقا للشر قفك خير كفرؤ نقول لها قفك شرطا حل لها إن نقطة كد ذلك تعاون على البر والتقوى إن أصول كاشنو أو وناك لغا وضا شقيه حمانتا لغا وضا فقاد طيب رمضان أرنت إكتوحا وهي فرصة للتغيير بوياهي للدعاء تدك الدعاء دا او همدو دو ايراتي او ماركتي دعوذو دي ضعيفتي او قوان كودي يراضي وحل ايوون الدب اي اسوسو علين لهايان وحل اي دعاء دو اي كبرا روغي لهي الغفلة اي حلمان كاي كجران
وحلي إلهي سبحانه وتعالى لو شقيصن لها وحلي لو رغم الحديث كي بخاري ورسول كلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وعلي بن أبي طالب رسولك كيري هل قف إنه إلهي درت هذه سببت هذا كسوة هنونيو باكا قفي عن قيلة قد قدودني عربت جعشة هاي طيب مرك إلهي درت لو شقين لها تدك الدين تلوه يري لها لقى قاضان لها حلية دي بالجوغة رمضان أيها الأحبة فرصة للتغيير وحقوية هاي قفك الدم بيقيس وبدنية هاي إسرافك يحد قدبكيس وبدنية هاي دنوبتيس وبدنتا هاي موبقاتك وحياباح منحن كل حجرة أغاني دي إيو هيسها الدقيستا قنواتك وحياباح وبسادية حنحن فيريا إيصور رضا حنحن كاكب وحان وحياباح منكراتك كسو جيدا تتكاسي حلق استقام إيو توصنان أي قادن لهايين بالجوغة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون حلي وحن كجرنا إلهي سبحانه وتعالى الله توبت كينو ضدك أوردن إلهي سبحانه وتعالى أي الله أفتان رجوع إلى الله سبحانه وتعالى الأوبة الأوبة الحقي صلى الله عليه وسلم طيب هذا أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى محاضرتنا إن شاء الله وحوينا إلهي سبحانه وتعالى إن أن أطوبتك إن أن شهر طوبة وشهر الرحمة شهر المغفرة شهر السماحة شهر القرآن شهر الصوم شهر الصدقات شهر الصبر أيام كجرنا بشي نص وصعطة نبات كتاقنا إلهي سبحانه وتعالى قفكم نفط أدايو هبين كدب لقارد دون هدي الله إدمو وحويان بشا بركيسن ايوان كوجي مركا حد إنان إلهي أولابن أو كلية قفك أوردن أوردن ما يستراني توبر أوليماد الله أولاب إن لها هو توبت كينا لقاها هو توبت كينا عربكا هو توبت كينا قلبكا هو توبت كينا فرجكا هو توبت كينا لغا هو توبت كينا أدقردن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه أن توبة الله نمادنا محان هلينا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلهي بأينا جعلانا يحب التوابين إلهي ددك التوبة كينا وجعلية جعيل الله تكسبنا إيسا طيب جعيل الله موحسه لن بأيها الأحبة إلهي بأكو جعلانا التوبة كينا لله أفرح بتوبة عبده من رجل وكي كنت المام إلهي وفر حد بدن يهي قف انتو مصافرها قاديدك سهيديس وصار ريد قاديدك وكرمي او كدب انتو واي مالس كسيحدي كدب نار كيسو قاديدك سيكور تاقين يهي فرحد وفرحيو إلهي با متكبضا كفرحا يقف كأصول الله مثال بعض من رسول كهذا نمرك لبحي وعوري هويو المهادي كرمي أو المهدي الرادسي أو هالشيء ما هو أركتان طارحة إنه تايف النار نار تاني وكتو رئيسه مايا إلهي با هدنا تانا وغفر حد بلان سيدة وغفر حيسو سيدة أسوك الإلهي با وغفر حي مركات أيها الأخ أيها الأحبة مئسوا الديني إلهي محو كاهلة هدى طوبت كنتو طيب إنه اللي نجعلي سينة يا إنان طوبت كنو أو الباب كافران هنقلو طيب طوبت وشعار كمتقين تا ووحى لو قرط ضدك إلهي كبقى ودأب الصالحين وضدك وناكسون الصالحين تعددود يا أيها الناس توبوا إلى الله وكي رسولك الله صلى الله عليه وسلم حديثك مسلم ورددوا إلهي وطوبت كينا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة وقل جيربا إلهي وطوبت كينا أبو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم طيب حديثك كالواكيلة أكثر من 70 مرة تضبات الجروح كبضاً بان الله أطوبت كان وارتوبت كان فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة هذا بقى أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة فبادر بادر بارك الله فيك إن أطوبت كان الله سبحانه وتعالى شهر المبارك أيام كجرنا بالألباب بدأ الجنة فريهين باي نوصو صعطة بالألباب بدأ النار تحريهين باي نوصو صعطة
بالوحي نص صوت إلهي عتقاء من النار وذلك في كل ليلة هبين والبنار تضبط لقى حري أيام مارت نص صوت إلهي سبحانه وتعالى ضمانتنا الله كرد وضدك النار تلقى حري إلهي سبحانه وتعالى هنا وضره ضدك جوليستي وفائزين تا أرضاه إلهي هلا إلهي سبحانه وتعالى هنا وضره ضدك الجنة إلهي سبحانه وتعالى اللهكم ارتقى الله هنا وضره ضدك النار إلهي سبحانه وتعالى كبد بادي الله هنا وضره ثبات في دين الله إلهي سبحانه وتعالى هنا الصيو ضدك ما حمانت كفوا هذا الله هنا وضره ضدك اللباس كالتقوضي عبسيد النقطة الله سبحانه وتعالى هنا وضره ضد إلهي سبحانه وتعالى أولى أبطاء إلهي سبحانه وتعالى هنا قدقو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.